إذا لما أنا أهد الدولة، لما أكون عايز أهد الدولة دي أحرك شعبها وأحوله إلى أداة لتدمير الدولة. هي دي القضية اللي أنا تهمني في كل اللي بيقوله الدكتور مصطفى واللي كلنا نقوله، إعلام، مسؤولين في كل لقاء مع السادة الوزراء. أنا ليا فقرة في بداية الكلام بتتكلم على صمود الدولة واستقرار الدولة وثبات الدولة. يقول لك ما الدولة كويسة أوي، أقول لهم لا، الجيل الرابع والجيل الخامس من الحرب موجود ومستمر معاكم، وكل يوم يطلع جديد، وهتجد ان هو تناوله في القضايا اللي بيتم تناولها معاكم قضايا لاستفزاز الرأي العام والنيل من ثقة الشعب والتشكيك في قدراته والتشكيك في قيادته والتشكيك في جيشه. شفنا وسمعنا مع بعض رسالة مهمة جدا من رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يتحدث عن تطوير الأدوات أو تحديث الأدوات الخبيثة اللي بيستخدمها العدو لتقليب الرأي العام ضد الدولة المصرية، وتتمثل طبعا في حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس. أرجع لضيفي علشان نحلل برضو هذه الرسالة، إزاي بتستخدم هذه الأدوات، أدوات الجيل الرابع والجيل الخامس، وإزاي بيبقى ليها سرعة انتشار وتأثير زي النار في الهشيم لعقول ووجدان الشعوب؟ هو بيسعوا في البداية أنه هو يخلق قضية معينة أو يخلق حاجة معينة ويبتدي يتكلم فيها، ويبتدي أنه هو يسعى إلى تحريك وتقليب الرأي العام من الداخل على الدولة. احنا شفنا في 2011 البداية كانت، يعني هضرب نموذج ب 2011، أنه هو اتحرك، حركوا الناس وتنزل ازاي، ان هو عمل صفحة اسمها خالد سعيد وابتدى قال ان ده مسكوه قتلوه، وكان قبل كده بيمهد من على بيقول ان دي تجاوزات من الشرطة، فحاول ان هو يخرج رأي عام للشعب ان الشرطة مش عارف بتستفز الناس، الشرطة سلوكياتها غير، هو سعى لكده. وكان قبلها عماد الكبير، وعماد الكبير ده اصلا مسجل، يعني هو في الاخر عملوا منه بطل، هو عمل من خلال الاعلام بتاعهم، وهو في الاخر شخص مسجل خطر ومتهم في اغتصاب طفلة عمرها 8 سنوات. هو عماد الكبير، يعني بعديه خالد سعيد، بعديه اكتر من حد. يعني هم استخدموا التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في يعني بالزبط قلب الحقائق. هو خلي بال حضرتك ان بعد الحرب العراق مع احتلال الولايات المتحدة الامريكية للعراق وفشلها، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى قررت أن هي تغير استراتيجيتها، بدل المواجهات العسكرية لأن بيتحقق فيها خسائر كبيرة جدا في الأرواح وفي الأموال أيضا، أن تبتدي يقلب الرأي العام الداخلي للحروب الذاتية، يعني من الحرب من داخل الدولة هي اللي بتهدم الدولة، اللي هي حركة الجراس روتس. هما دايما يقولوا جراس روتس اللي هو الشعوب، يعني الشعوب أن هي تبتدي تتحرك زي ما قال سيادة الرئيس، هم عايزين يحركوا الشعب، فقوم الشعب ينزل، فأول لما ينزل يبتدي الخراب ويبتدي الفوضى ويبتدي النهب ويبتدي تدمير الأماكن وتدمير المنشآت وإثارة الفوضى والدخول في صراع مع القوات الأمن وانشغال القوات المسلحة بمحاولة السيطرة، فيعيد الكرة مرة أخرى إلى ما كانت عليه، يبقى تخريب منشآت، مفيش أمن، مفيش دولة، مفيش نظام، الدولة تسقط، زي ما بيحصل، زي ما احنا شفنا حصل في ليبيا، حصل في محاولات اللي حصلت عندنا في من 2011 لغاية 2013. لكن الحمد لله احنا عندنا الدولة متماسكة. متماسكة بمعنى ايه؟ ان الشعب قدر ان هو خلال الفترة اللي فاتت، الست سنين اللي فاتت دول، ان هو يستوعب كم الحرب اللي شغالة عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القنوات الاعلامية، فلو اللي هي القنوات اللي موجودة في تركيا واللي موجودة في قطر، شاف كم الشائعات اللي بتبث ليه في اليوم الواحد، شاف كم محاولات الغل والحقد من الناس دول ضد الدولة.